هي أنا آسف يا ديشمو، لأني ما قدرت فوز. أنا حاولت كتير بس يعني أنا فشلت بالنهاية. بعدين ماني بحاجة فوز بمسابقة لأثبت حبي إليك، بتعرفي؟ لأنه الحب يلي بقلبي إليك رح أثبت لك يا بالأفعال بدون كلام. ثاني شوفي شو جبت لك معي. متأكد رح يطلع عليكي بجنن أكيد. إيه؟ شو صاير؟ شايف إنه زوج كلياني الجديد جايب لعائد ألماس، بس ما بيعرف إنه كلياني ما بتحب الألماس. أنت مين قالك إني أنا ما بحب الألماس؟ ليش حضرتك اشتريت لي منه من قبل؟ ما تحاول تتزاكى؟ أكيد الألماس أحلى هدية للبنت، عجبني هالطوق كتير. لما ما تفهم بشي فرجاءً ما تتدخل وتعطي مواعظ. ليكي أنا عم ملهار كل شيء واضح يا ديشمو. أنت عملتي حالك حبيتي الطوق بس تمثيلية قدامه لملهار، ولسه بتخافي عليه لهلا. ماشي نامي بالغرفة اليوم ولا تخافي، أنا ما رح أقرب منك أبدا. وين راح الدواء؟ تركته هون. بيلو 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 كيفك انت؟ اشتقت لي ما هيك؟